الديانات الباطلة أهلها يبذلون جهودا هائلة. فاليهودية مثلا، عقيدة اليهود التي يدعون إليها ويضحون من أجلها ويموتون في سبيلها، ما هي؟ يعتقدون أن ربهم فقير لا يملك شيئا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء هم اليهود، وأنه بخيل لا يعطي شيئا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأنه ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وخنقه وشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله السلامة والعافية. هذه العقيدة التي تقوم على هذه الأركان الثلاثة، أن الرب فقير، بخيل، ضعيف، هل يمكن أن يقنع بها مجنون أو سفيه؟ لا يمكن أن يقنع بها أحد. ومع ذلك انظروا إلى ما يبذله اليهود في سبيله. يكفي الاطلاع على بروتوكولات حكماء صهيون، أو أن تستشعر ما يفعلونه الآن في دولة إسرائيل أو في أعمالهم، تجد أنهم يبذلون جهودا هائلة في سبيل نصرة هذه العقيدة الباطلة. النصارى كذلك عقيدتهم تقوم على أن الرب واحد وفي نفس الوقت هو ثلاثة، وأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، هذا لا يمكن أن يقتنع به مجنون، وأنه لما تكاثرت عليه ذنوب أهل الأرض أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو هو، ولد الرب هو الرب، ولده الوحيد الذي هو هو، فقتلوه وصلبوه، فكان ذلك تكفيرا لسيئات أهل الأرض جميعا، من شارك منهم بالجريمة ومن سبقه ومن يأتي بعده، كلهم كفرت سيئاتهم بهذه الجريمة. هذه الآن العقيدة دلالتها أن الرب قد قتل وصلب، لماذا تعبدون وتتعبون أنفسكم؟ ماذا تريدون عنده؟ من قتل وصلب هل يمكن أن يحاسب أحدنا وأن يجازيه وأن ينعم عليه؟ لا يستطيع، وقتل وصلب خلاص. هل يمكن أن يقنع أحد بأن ولد الرب هو الرب؟ هو ولده هو نفس الوقت هو الرب. هل يقنع أحد بأن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد؟ هذا لا يمكن أن يقنع. هذه العقيدة المتناقضة الباطلة هي التي يعتقدها النصارى، هي عقيدتهم. وانظروا إلى ما يبذلون في سبيل نصرتها، ما تركوا أي مكان من العالم إلا وهم يعملون فيه، منظماتهم في كل مكان، نحن لا نحصي 78 منظمة تنصيرية تسمى المنظمات التبشيرية في كل مكان، كاريتاس، الأخوات البيض، أطباء بلا حدود، الرؤية العالمية، وغيرها من المنظمات التي لا حصر لها. هذا الذي يبذله النصارى في سبيل نصرة باطلهم، أليس جديرا بنا أن نبذل مثله على الأقل في سبيل نصرة هذا الحق الذي نحن عليه، هذا الحق الموافق للفطرة، قامت عليه الحجة، قام عليه العقل والنقل، هو واضح، فلماذا لا نبذل نحن على الأقل مثل ما يبذله النصارى؟ هذا حافز عظيم، هذه إذن هي الحوافز التي تدعونا للبذل في سبيل الله، والله يوفقنا وإياكم.